ما عندي مشكل مع حتى ستيل، سوف كو بيتيتر اون بو دير زعما لو ستيل راي واي واي، ما عندي بروبليم ما عنديش بروبليم معاه، سوف كو بالنسبه لي ماكش قاعد تغني. ورده تعرفها يما ومعرفه تسمعها، مي باغ كونتخ انايا كل ما ديرها ندخل للشومبرا. جو كوبر برعايه كوك ستوديو. مرحبا بكم في الباتل السادس تاع جو كوفر. فؤاد وناصر راح يتنافسوا على غنية تاع فنانة جزائرية معروفة، بصح واحد فيهم راح يتأهل للربع النهائي. قبل ما نديكوفريو الغنية أيا نتعرفوا عليهم. أيا بدا فؤاد. السلام عليكم، معكم جمال فؤاد، جي 25 عام، ولاية 2000 تجنمت. إي بيان، واسمي مغاجي عبد الناصر، اي كي اي ANK، في عمري 25 سنة، سيليباتير ليبر كوم لير. وقتاش بديتوا الموسيقى؟ كنت انتريسي بلا ميوزيك من الصغر بيان سور، كنت نحب لا ميوزيك، نحب نسمعها من الصغر، كنت نغني في ليكول اي تو. كلاج دو 14 عام بديت في الصيف مع مسيو ميلو دمي هذا كونسيرفاتوار، مع لا جيتار، لو ستيل شعبي بوكو بلوس، مي افيك لو طون بديت نسمع لي زوتر ستيل، بديت نلعب لي زوتر ستيل. وانت ناصر؟ كنت حاب ندخل كونسيرفاتوار، دخلت هكايا، جيتي ديجا اون غوتار، شريت ان كاي دو ميوزيك، كنت نسمع ديجا ايزيتي اسي افونسي، وقال لي البروف تاع السولفاج هذاك اقرا تماك لو درام. بديت نقرا هكا وما عرفتش، ومن بعد قال لي واش راك دير لهنايا خاطيك موسيقى نتايا تو نو با طالون، دونك تماك تبريزيت انايا. سو كي افي كو جي اريتي لا ميوزيك بوندون واحد العامين ولا ثلاثه. تسمى جو كوفر هي الفرصه اللي راح تبين فيها الموهبه تاعك ياك. بان وي، ميم سي جو في با بور لو بروف، مي جو في بور موا ميم افون تو. وشنو هما لي ستيل اللي تحبوا تغنوهم؟ اون بو دير الستايفي، لو راي، لو فري راي، خالد، حسني، نصرو. سكو جو ميتريز سي بوكو بلوس لاكوستيك، هاي ليك اون غرو، ونخلط في كلش، فو بوفي دير. وكاين دي ستيل راكم خايفين يطيحوا لكم في لا كومبيتيسيون؟ ما عندي مشكل مع حتى ستيل، سوف كو بيتيتر اون بو دير زعما لو ستيل راي واي واي، ما عنديش بروبليم معاه، سوف كو بالنسبة لي ماكش قاعد تغني. واش راني خايف؟ سي لالجيريا. ديغا. مي بون، إذا مدوا لي لالجيريا، جو في فير افيك، جو في دوني لو ميور دو موا ميم. ناصر، في هذا الباتل راهو معاك فؤاد، كاش ماك حاب تقول له؟ جو سوي فريمون ان ميك كورياس كيما يقولوا في الموسيقى، و جو تو سويت اون بون شونس اي اون بون انتربريتاسيون. وانت فؤاد؟ نقول له بون كوراج، مي بيان سور انت ماك التوفيق، خليني نجوز. الغنية اللي طحت لكم في الباتل تاعكم هي أنا وحبيبي، حبيبي حبيبي، دوبنا عمر الحب. وردة جزائرية هي مدرسة معروفة. كونسيرن لا شونسون، في يوم وليلة كنت نسمعها صافي لونتون، تعجبني باسكو فيها بليزيور نوت، مقامات مختلفة، صعيبة بزاف الأداء، لكن تلمو فيها الإحساس بزاف، ألي فريمون شونسون هايلة بزاف. وردة تعرفها يما ومعرفة تسمعها، مي باغ كونتخ انايا كل ما ديرها ندخل للشومبرا. دونك فو سافي سكو جون بونس كيف راح تكون، ميم سي جو بونس كو جو في مون سورتيغ. الوغ عندكم 45 ثانية باش تغنيو في يوم وليلة تاع وردة الجزائرية بطريقتكم الخاصة. في يوم وليلة، يوم وليلة، خدنا حلاوتي الحب كله في يوم وليلة، عمري ما شفته ولا قابلته، وياما ياما شغلني طيفه، في يوم لقيته هو اللي كنت بتمنى اشوفه، نسيت الدنيا وجريت عليه، سبقني هو وفتح ايديه، لقينا رحنا على بحر شوق. واش رايك في الاداء تاعك فؤاد؟ جو سي ان بو ساتيسفي، مي نشوف روحي شويه ني ان بو تعبان و تو. ملايا نروحو نشوفو ناصر واش راح يدير فيها. في يوم وليله، يوم وليله، خذنا حلاوه الحب كله في يوم وليله، عمري ما شفته ولا قبلته، وياما ياما شغلني طيفه، وفي يوم لقيته هو اللي كنت بتمنى اشوفه.
واش رايك في الاداء تاعك ناصر؟ Pour une première fois, je suis satisfait. Après, je pense que si je m'entraînais plus, je pourrais faire mieux. اش ماكم حابين تقولوا للناس اللي شافوا لا فيديو تاعكم؟ Eh bien, votez على numéro 12 parce que je vous prépare vraiment un face vraiment كبار. منهم البوم ديك ونربح نخرجوا من الاخر ديالك. راح يكون لي شرف كبير, سي ان غران بليزير انكم تفوتيو عليا لو نيميرو 11. اي بيان سور واش نعدكم سي كو سي درت دي با في لافون, دونك نعدكم باش نكون بليز اوريجينال, راح نقدم افضل شيء ما عندي للفن الجزائري. اذا عجبكم الاداء تاع فؤاد فوطيو عليه في التعليقات بالرقم 11, واذا عجبكم الاداء تاع ناصر فوطيو عليه في التعليقات بالرقم 12. جو كوفر برعاية كوك ستوديو.